إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اكسبيديشن 2016، طبعا يشتكي يقول إنه إذا لف يمين أو يسار الكفر يمسك، إذا لف يمين الكفر يمسك اليمين الخلفي، إذا لف يسار الجهة اليسار الكفر الخلفي يمسك. وأنا لاحظت الشيء هذا، إن لما لف يمين واليسار الجهة الالتفاف الكفر الخلفي يمسك أو في زي العكة. فحصنا الكمبيوتر نتأكد إنه ما في مشكلة في نظام الاي بي اس، وللأمانة ما في أي كود يخص الأنظمة الميكانيكية ولا الكهربائية، ولا في أي كود يخص أو فيها أكواد في السيارة، ولا في أي لمبة شغالة في الطبلون. طبعا الرجال مغير زيت، وقبل غير زيت كانت السيارة، طبعا هذه مشكلة ما لها علاقة في ممكن تغير زيت، لأنه الآن اليوم جتني نفس الحالة ونفس الموديل في سيارة ثانية 2016 يشتكي من نفس المشكلة، ولكن الرجال اللي يشتكي منها وجاني عن طريق الجوال أنه عنده شوية حنة بسيطة في الدفرنس، وهذا يبدو لي أن المشكلة ميكانيكية في الدفرنس نفسه. وما دام انها متكرره في سيارتين، طبعا ما راح اعممها على كل اغلب السيارات ولكنه او في كل الموديلات، ولكنه يبدو لي ان المشكله شائعه موجوده في هذه الموديلات. طبعا الرجال غير زوجه الزيت، اعتقد انها كانت خفيفه الله اعلم، او انه غير زيت بدون المعالج. طبعا السياره كان داخل فيها مويه في الدفرنس، لان كانت داخله فيها مويه الدفرنس، فغير زيت بدون معالج وصار عنده مشكله، لكن بعد فتره. طيب بس ما لها علاقة، ليش؟ لأنه الرجال اليوم اللي جاني 2016 اللي يشتكي من نفس المشكلة وعنده حنة أساسا ما قد غير شيء ولا سوى شيء على شد البلد، والسيارة ما هي ماشية كثير حدود 100 وشوي، فيعني ما لها علاقة في ممكن تغيير الزيت، لكنه ممكن تكون عطلة شائعة. وأنا أتوقع برضو أن أعتقد أن نظام السيارات الأمريكية بشكل عام إذا ما خاب ظني، خاصة فورد وجي إم، الدفرنسات اللي فيها لمدة سلب له كلتشات داخل الدفرنس، فأتوقع أنه نظام الكلتش مع الالتفاف ومع قراءة السرعة المعينة يمسك التروس على لفات أو على زاوية معينة. ولكن احنا الآن بنحاول نعالج أنه نغير الزيت، برضو زيت جديد اللي هو 75 140 W140، وراح نحط مع المعالج ونجرب إذا كان بيتحسن معنا ولا لا. لكن أنا أجزم أن المشكلة ميكانيكية داخل الدفرنس، ليش؟ لأن أغلب السيارات اليابانية وغيرها غير الفورد والجيم الدفلوك حقه يجي ميكانيكي والتحكم فيه خارجي، هذا يجي نظام تلقائي داخل الدفرنس، فيه عبارة عن كلتشات، واللي ما هو عارف النظام يدخل على اليوتيوب يكتب لمدة سلب بالإنجليزي ويشوف النظام حقه، انه النظام هذا فايت انه زي نظام الدفلوك، انه ما يجعل الكفرين مع بعضهم الخلفيه انه واحد يكون اسرع من الثاني، مجرد بس ما يقرا انه في سرعه معينه الكفر الثاني يكون يمسك، ولا بد يكون بنفس توزيع القدره الخلفيه مع الدفرنس مع الكفرين الخلفيه، يعني ما يكون في كفر اسرع من الثاني، عمليه توازن نفس عمليه اللي هو نظام الدفلوك. على العموم راح نغير الزيت وبنشوف، وقبل لا نغير الزيت راح اوريكم اسمعكم اياها على الواقع. طبعا من باب التاكيد وضعت الجهاز وفحصته ما في اي مشاكل. هذه ما شاء الله عندي سياره ما فيها اي مشاكل غير الارباك او الحزام، ما لها علاقه فيها. راح انعشق ولاحظ لما الف هذا الكفر الخلفي، أنا بمشي سيدة ما في شيء، بس ألف يسار بالكامل ألف، لاحظوا اسمع صوت الكفر يعق مع بعض وماسك كأنه واحد ماسك فرامل. على السرعات الخفيفة شوف على هذه الحركة ما يطلع صوت، بس أزود السرعة على طول ينفر. طبعا الكفرات كلها مقاس واحد مع الجنط، ما في اي اختلاف عن نظام الوكالة. وايضا نفس الشيء لما الف يمين، لاحظوا سمع صوت الهرة كذا، صوت كزي العكة يعك في بعضه،
وكأن الكفر ماسك. هذه الإشكالية اللي عندي أنا في السيارة هذه. طبعا هذا المعالج حق الدفرنس، وهذا الزيت 75W40. طبعا برضو أنا عندي شكوك، ولكن الناس أو الشباب اللي عندهم الخلفية أو صارت معهم المشكلة وحلوها يفيدوني إياه في تعليقات، لأنه للأمانة أول مرة تمر عليه، لكنه برضو عندي شكوك. إذا ما كان أخذ إذا ما كان المشكلة ميكانيكية داخل الدفرنس، بيكون المشكلة ممكن نظام الاي بي اس، ممكن سبحان الله يعني ما يطلع أكواد ولا يطلع المشكلة في اللمبات والطبلون، ولكن ممكن يقرأ قراءة في نفس النظام الاي بي اس. مع أن أنا اختبرت النظام اللي اختبرت حساسة السرعات كلها شغالة طبيعي جدا، ولا في أي مشاكل ولا في أي اختلاف، ولكن ممكن سبحان الله نظام الاي بي اس ممكن مع لفات يمين ويسار يمسك بدون أي أمر، ولكنه ممكن أمر تلقائي من نفس الاي بي اس، فممكن يمسك مع اللفات يمين ويسار، لأنه ما في أي شيء غير هذه الأمور أتوقع الله أعلم. يا يعني نظام مشكلة ميكانيكية داخل الدفرنس، نظام اللي هو لما يجد سلب، أو ممكن يكون نفس النظام اللي هو الاي بي اس، ممكن يقرأ ويعطي أمر للكمبيوتر أنه مع اللفات يمين ويسار. طبعا كلها مرتبطة نظام حساس زاوية التركسون والميلان، وكل هذه الأمور عامل حسابها في نظام الكمبيوتر، فممكن يعطي قراءة غلط مع اللفة يمين ويسار أنه الكليبر يمسك بأمر من الاي بي اس. على العموم هي مجرد الآن محاولة نغير الزيت، وإن شاء الله نشوف إذا بيتحسن. طبعا ما شاء الله نظام فورد سهل الأمور ما شاء الله. عندي هنا صورة التفريق، وعندي هنا صورة له التعبية والقياس بنفس الوقت. فقبل نفك صورة التفريغ راح نفك صورة التعبية علشان نضمن التعبية بعد تفريغ الزيت. طب حلينا صورة التعبية، وهذه صورة التفريغ. طبعا للأمانة لاحظوا خالط الزيت بالكامل. طبعا سبق انه قلت لكم انه، او يمكن ما ذكرت السالفة انا، انه كان داخل بحر او داخل الدفرنس مويه، وتم على انه تغيير زيت الدفرنس، لكن للأمانة تم تغيير زيت الدفرنس اللي موجود في الدفرنس هنا في المنتصف، لكن قد يكون في اجزاء موجودة في حول الدفرنس، فعشان كذا للأمانة يعني ما استفاد شيء من التغيير. لاحظوا والله اعلم هل تغير ما تغير، طبعا ارجع على حسب كلامه انه تغير الزيت، بس للامانه شكليا ما تغير الله اعلم، لانه لو كان تغير كان على الاقل يعني نسبيا تغير الزيت، لكن هذا بشكل يعتبر كانه لم يتغير الله اعلم. بصراحه ما انا عارف كيف حتى سوي التنظيف، لكنه لاحظوا عندي هنا هذا مو زيت، هذا حليب. لاحظوا الدفرنس. طبعا انا بحاول الان انفخ هواء وطير الزيت المتبقي في القاع الدفرنس، وبحاول اغير علبتين وامشي فيه بدون ما احط معالج، بس عملية له تنظيف واندماج الزيت الجديد مع التروس، لعله وعسى الزيت المتبقي في الجوانب هنا يطلع. طبعا لاحظوا لما حطيت المسدس في الهواء، لاحظوا فانا بحاول قدر الامكان انه نطلع الزيت بشكل اكبر. طبعا هذا الهوز التعبية، راح احط الهوز هنا، وطبعا انا ما مستحيل راح احط هذا الاصلي واخسر فيه للتنظيف، فالان انا عشان بس انظف ما راح استخدم. يجي البعض يقول لك انت تحط زيت خفيف، انا حطيت زيت 90 عشان بس مجرد امشي فيه حتى اقل من نص كيلو على خفيف عشان التروس تتحرك، وممكن برضه انا احرك السياره في مكانها اذا فصلت التراكشن والمانع الانزلاق وعمل
عملية حركة دوران للدفرنس مع الزيت الجديد عشان أعمل غسيل للتروس من الزيوت المتبقية والماسكة في أجزاء الدفرنس أو الكارونة أو مكونات الكارونة. بعدها راح أفرغ الزيت وراح أرجع مرة ثانية، لأن هذا 4 لتر راح أخليه على دفعتين، لأنه بعد دفعتين إن شاء الله بعون الله ما راح يبقى شيء. وليش 90؟ لأنه أخف لزوجة شوية من 140 عشان يمدي بعدين لما أنفخ بالليل الهواء راح يطلع بالكامل، وبعدين راح أحط زوجة ثقيلة وبعون الله بعون الله إنه نقول تنحل المشكلة. طبعا لاحظوا هلا بس بسوي عملية اللي هو الدفع الزيت الجديد والقديم، أو الدفع القديم بزيت جديد، مع إنه ما راح يطلع بالكامل. طبعا قفلت لانه شفت برضو ما منه فائدة، لان الزيت الجديد صار يطلع من فوق ويطلع برا وما في ذاك التنظيف، فقفلت الان عشان اعبي وناخذ فيها مشوار. طبعا حطيت 2 لتر شكله الزيت، على العموم يكفي 2 لتر ان شاء الله. راح اقفل الصورة الان واخذ فيها مشوار بسيط. طبعا هذا اللي هو لي التبخير، تنفخ من هنا يطلع هواء من هنا، ولكن بنفس الوقت له سدادة تقفل ما تسمح بالدخول للتربة والاوساخ، ولكنه تطلع الابخرة او الغازات من الراس اللي هنا بس. لكن لما يتبلل الدفرنس او السيارة بالكاملة فترات طويلة تحت او في مستنقعات او غيرها راح يدخل الموية من هنا من خلال هذا الفتحة اللي هنا. طبعا مكان هذا اللاير هوز حق التبخير في اعلى الدفرنس، طبعا ما راح يتصور معك ولا ينشاف، ولكن احاول بس انه اقدر اوصل. طبعا هذا البلف، لاحظوا هذا البلف التبخير او فتحة التهوية حقت الدفرنس، وهذا الان الهوز بعد التركيب. اخذت فيها مشوار حدود الكيلو، اقل من كيلو، والان راح افرغ الزيت ونشوف. باقي ما زال كمية ما هي بسيطة في الخلط. فرغنا الزيت، شدينا الصرة حق التفريغ، حطينا الهوز، وراح الآن نكرر العملية مرة ثانية، ولعل عسى نشوف ان شاء الله لعله يتحسن، لانه ما شاء الله الكميه محدوده ومع ذلك تنظيف. ممكن هذا يعتبر الان ثالث مره وما استفدنا شيء، فهذه مشكله. عبينا للمره الثانيه، عبينا للمره الثانيه، راح نقفل، وممكن راح اكرر العمليه مرتين وثلاث واربع، لان كل جالون اخذته دانا ب 50 ريال، كل جالون يعطيني مرتين غسيل، فراح ازود ان شاء الله مره ثانيه واحد ثاني ونكرر الغسيل، وبعون الله راح يخف معنا. طبعا للامانه كان شرطه التغيير مطول شوي، خلصت من الدنيالي، وعلى بال ما خلصت من الدنيالي برضو كان عمليه بحث في المواقع، فسبحان الله من بحث يمين ويسار لين وصلت للمشكلة، وفعلا كان في ناس تعاني من نفس المشكلة. وأنا قلت لكم في البداية يا تكون المشكلة ميكانيكية من نفس الدفرنس أو النظام الكليشتات لمدة تسليب، أو ممكن يكون سبحان الله ممكن يكون كهربائي أو إلكتروني لو نظام اللي هو الاي بي اس، لكن طلع فعلا إنه المشكلة من الدفرنس بسبب اللي هو خلط المويه. والمشكلة الأساسية الرئيسية اللي هي الناس تعاني منها، وحتى الموجود في المقطع راح إن شاء الله أرسل لكم إياه في الوصف أو في التعليقات رابطين،
كلهم يتكلمون عن المشكله هذه، وحتى كان في توضيح لما يلف يمين او يسار يتكلمون ان المشكله هو تلف كليشتات الدفرنس اللي هو نظام الليمت الدسلب، وهو يقوم بمثابه اللي هو الدفلوك وتوزيع القوه او سرعه الكفرات وتوزيعها على بعض بنفس المستوى. فللامانه اللي عندنا هنا الان ما عندنا حنة في الدفرنس، ولكن المشكله اللفه هذه يمين يسار وسبب اللي هو تلف كليشتات الليمت الدسلب اللي هو الدفرنس. الشخص الثاني اللي جاني الاكسبديشن 2016 اللي يعاني بنفس المشكله بس عنده ونه، هذا للامانه مشكلته نفس المشكله ولكن لازم يغير الدفرنس لانه عنده حنه فما لها علاج. طبعا هذه يقدر يغير الكليشتات وان شاء الله مع المعالج والزوجه ال 140 ال 75 9 ال 75 دوله 90 بعون الله مرسل. لكن المشكله هنا الى الان ممكن في السعوديه الله اعلم، انا ما اقول انا اتكلم عن نفسي، ممكن الى الان ما في احد ممكن يعرف يوظب الدفرنسات. الان عنده هذا خيارين، يا يروح الوكاله اذا كان بيصلحها بالمتناول او انه يغير الدفرنس، لانه نظام الكليشتات لازم يفك الدفرنس وتغير الكليشتات، وراح اوريكم اياها اللي في المقطع وبرضه عن طريق له قطع الغيار. اما خوينا الثاني فهو محاله لازم يغير الدفرنس، واذا جيت بغير الدفرنس لازم تغير بنفس المقاس ونفس الموديل وبرقم شاصيه لانه الدفرنسات مقاسات. هذا باقي عندنا في امل. الان اخذت في مشوار تعتبر هاي ثاني مره الان انظف فيه مع المرة السابقة اللي هو نظف فيها ثلاث مرات. الآن برضه أنا أخذت جالون جديد وراح أفرغ الآن الزيت اللي سويناه قبل شوي، وراح أعمل فرض فيه مرتين لعل وعسى ممكن مع التنظيف الكلي في الزيت الخلط مع المعالج يضبط، وممكن ما يضبط. عاد هذا إذا ما ضبط فلابد من تغيير الدفرنس أو أن يصلح الكليشتات اللي هو لمدة السلب. وأنا قلتها في البداية لكن الحمد لله بعد لانه ما في حتى طرح عربي موجود بهذه المشكله، ولكن كلها في المواقع الاجنبيه، لكنه مع المصطلحات وضربه الاعمال انه وصلنا على المشكله هذه. على الله بسم الله. يعني ها افضل مما قال. تخيل الان تعتبر ثلاث مرات وباقي نفس لكن اخف بعون الله. المرحلتين الاخيره راح يكون في تحسن اكبر بعون الله. بس انفخ الهواء من جوه. طبعا عبينا والان تعتبر لي المرحلة الرابعة. بسم الله. يعني نوعا ما يعني ان شاء الله المرحله الاخيره بتكون افضل وافضل من كذا بكثير. يعني الان ما شاء الله تبارك الله طلعنا الزيت بالكامل. راح نقفل وهذا لان اعتبرها اللي هو المرحله ما قبل الاخيره، نعبي زيت وبعدها نفرغ ونحط المعالج مع الزيت الاصلي. طبعا الزيت حقه الوكاله حسب علمي ما شفته في المواقع انه 75 دبليو 90، لكن احنا الان مضطرين انه لازم نستخدم لزوجه عاليه عشان نعوض التلف الكليشتات الدفرنس. عبينا قفلنا ناخذ فيها الان المشوار الاخير. ايش تتوقعون الان؟ ان شاء الله بشرط خير. ان شاء الله تبارك الله.
نقول ان شاء الله بشهر خير. الان بس خليه هو، وراح ان شاء الله نحط الزيت الجديد مع المعالج ولا على عسل. طبعا شدينا السره، هلا راح نعبي المعالج هذا. طبعا وهذا 100 ملي و 118 ملي، راح احط اثنين عشان نحاول نعوض تلف الكليشتات وسوى المويه. طبعا ما عنده حنة ولا ونه، ولكن الحكة او العكة اللي ماسكه مع اللفات من يسار، وراح نستخدم مع الزيت هذا. طبعا هو 75-90 حق الوكالة اللي في الدفرنس، راح نستخدم 75-140 طبعا تخليقي صناعي. نوضع له المعالج، وهذا الزيت، طبعا اخذ منه علبتين مع المعالج. لاحظوا الان الزيت تفلل معي بالكامل. عندنا العبوه حجمها 946، الناقصه من اللتر حدود 54. طيب عندي اثنين، انا حطيت معالج، المعالج فيها 118، نقول 100، يعني عندي 200 ملي نضيفها على العلبتين اللي ناقصة منها 54، يصير كلها الإجمالي اللي حطيناها 2 لتر ومية ملي، 2 لتر ومية ملي. راح نقفل السرة وناخذ فيها مشوار ونشوف المعالج هل بيفيد ولا لازم يحتاج إلى مشوار، ولا بيكون لابد إنه لابد تغيير كليشتات الدفرنس أو الدفرنس بالكامل. وصلنا محل التهريبات، محل الزيوت. والله ما شاء الله تبارك الله، ما توقعت انه حل تنظيف الدفرنس من الخلط مع المعالج انه بيحل المشكلة. طبعا باقي شوي بسيط فيها زي الاحتكاك، لكن المسكة اللي كان اول، طبعا اول كان في احتكاك مع عكك زي المسكة، الان ما عاد فيه، ها سلس ويلف حركة سلسة ما في أي مسكة، لكن باقي فيه شوية يعني الصوت. وطبعا ممكن يحتاج إلى وقت المعالج للأمانة، لكن ما شاء الله تبارك الله. أول كان لما ألف يسار تحس الكفر، يعني أو تحس كان تسمعون كفر، الكفر كأنه فيه زي المسكة مع احتكاك وصوت. الآن بس صار فيه صوت بسيط، ولكن ما عاد فيه أي مسكة، خاصة مع المعالج والزيت ومع تنظيف. لاحظ لنا بلف درسون كامل، ان شاء الله حتى صاحب السيارة راح يشوف الفرق بصراحة. يعني اول كان لما لف شيء بسيط بس كذا كان يطلع صوت قوي، الان ما في صوت، ها ما عاد في صوت، ما شاء الله تبارك الله، عشان اسمعكم بس. اختفى، ممكن حتى اختفى يمكن نهائيا. الا ما شاء الله تبارك الله، ويعني ممكن كل ما مشى اكثر كل ما كان الاستفاده من المعالج افضل، لكن ما شاء الله تبارك الله بصراحه الى الان فرق بشيء كبير، وحتى ممكن اشبه بيكون انه الصوت اختفى. طبعا بحاول ادور في البرحة هذه، ما شاء الله تبارك الله، ها اخذ اللفة كاملة ولا عاد فيه اي صوت.
ما شاء الله تبارك الله، اللفة بالكامل. الله يعطيه خيرها ويكفي شرها يا رب. طبعا صاحب الاكسبيديشن اللي عنده نفس المشكلة وصوت ونه، قد يكون المعالج ورفع للزوجة تحل المشكلة بعون الله. هذه السيارة اللي أنا معانا فرقت بعد تغيير الزيت والمعالج، فالله يعطيه خيرك شره. طبعا حطيت على الدبل الخفيف، هذا الدبل الخفيف، وبنشوف الآن هل بيطلع معانا صوت حكة ولا عكة ولا لا. طبعا لاحظوا الآن ما شاء الله تبارك الله ولا في أي شيء، طبيعي جدا. حتى في ما شاء الله تبارك الله.